نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. على كل البيان السيد رئيس الحكومه في عمومه التشخيص ماناش مختلفين، ولكن التوقف بالاساس باش يكون حول الموضوع الميزانيه. ونحن في حركه النهضه عبرنا بوضوح ان هذه الميزانيه تحتاج الى تعديلات جوهريه، وان هذه الميزانيه تحتاج الى مزيد من الحوار مع السيد رئيس الحكومه، مع السيد وزير الاقتصاد وزير الماليه، لاحداث تعديلات مطلوبه خاصه فيما يتعلق بمرافق الرؤيه والتصور للمخطط التنموي، والرؤيه فيما يتعلق بقضايا الاصلاحات الكبرى، وكل ما يتعلق بالملفات التي ادت الى هذا الوضع الذي نعيشه اليوم في علاقة بالتوازنات المالية للدولة، في علاقة بالأوضاع الاقتصادية. كل تأخير في قضايا الإصلاحات الكبرى باش تكون عنده كلفة على المجموعة الوطنية. ونحن في هذا الاتجاه نعتبر اللي الميزانية والنقاش في علاقة بميزانية ينبغي أن يتجه إلى نقاش حول الإصلاحات، وأن يندرج في إطار حوار اقتصادي اجتماعي تكون فيه الحكومة أعطت تعهدات بالعودة للبرلمان حتى في إطار نقاش قانون مالية تكميلي في غضون مارس ولا أفريل، تكون فيه رؤية متكاملة وتكون مبنية على حوار جدي مع المكونات السياسية والكتل البرلمانية. كلنا اتفقنا نحن أن الحوار الاقتصادي الاجتماعي ضروري والسياسي أيضا، مظلة نتاعو شكونها نجم نتفقه، ولكن بالصلاحيات الدستورية تقديرنا نحن أن رئاسة الحكومة وحتى البرلمان نفسه ينجم يكون هو إطار لحوار اقتصادي جدي بين المكونات السياسية، بين مؤسسات الدولة، وكذلك مع الأطراف الاجتماعية. وما يلزمش يتأخر هذا الحوار، لأنه يلزم يفضي إلى توافقات هامة، خاصة كما قلت في النهضة أتأكد على قضايا الإصلاحات، إصلاح الوظيفة العمومية، إصلاح المؤسسات العمومية، إصلاح منظومة الدعم، إصلاح المنظومة البنكية وقوانين الصرف في البلاد. كل هذه القضايا تحتاج إلى توافقات مهمة. نحتاج في البلاد أيضا إلى هدنة اجتماعية، لأنه إذا كان مش يتواصل المسلسل هذا باش يكون فما انهيار حقيقي للاقتصاد وانهيار حقيقي للتوازنات المالية. احنا نعتبر الآن الحديث ينبغي أن ينحصر في موضوع قانون المالية، وأن ينحصر في كيفية إيجاد حلول حقيقية للرؤية وللبرنامج، ثم فيما بعد هذا موضوع صلاحيات عند سيد رئيس الحكومة باش يقدر هو الحكومة متاعه هذه في أدائها، في أداء وزاراتها، في هيكلتها أيضا، هل هي مستجيبة لهذه الرؤية، مستجيبة لطبيعة هذا الحوار الاقتصادي والاجتماعي ولا. وفي الجانب الثاني اللي هو المزيد من بناء الثقة مع المكونات في داخل البرلمان، لأنه الحقيقة أبانت التجربة أنه حكومة من غير سند برلماني، من غير سند سياسي، ما ينجم يكون هذا كان عامل من عوامل الضعف متاعها. ما تحدثناش على هذا، قلنا اليوم يقع التركيز على قانون المالية، ثم لكل حديث حديث فيما بعد نجم نتحدث على كيفية تعزيز قوة هذه الحكومة من خلال إيجاد علاقة بينها وبين مكوناتها البرلمانية.